السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدام مجهول يومه الثلاثاء 17 ماي الجاري على اقتحام وكالة بنكية بشارع المغرب العربي بحي الأزهر بمدينة الدار البيضاء محاولا السطو على الوكالة. ووفق المعطيات المتوفرة فإن المعني بالأمر كان يحمل سلاحا أبيض وحزاما ناسفا، وقام باحتجاز رهائن وتعريض مدير الوكالة لجروح متفاوتة الخطورة قبل أن يلوذ بالفرار بعدما توقه عدد من المواطنين الذين أمرحوه ضربا ليتمكن بعدما أبان لهم عن الحزام الناسف وعن نيته تفجير المكان في حال عدم تركه يغادر من الهروب من قبضتهم. واستنادا للمعطيات نفسها فإن اللص الذي كان يرتدي نظارات شمسية وكمامة فرس بوجهة مجهولة علامة سيارة من نوع كونغو والتي تعرضت نوافذها للتكسير أثناء ملاحقته من طرف المواطنين. واستنفرت هذه العملية عناصر الأمن والشرطة العلمية والتقنية التي قامت بتحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الوصول إلى مرتكب هذا الفعل الإجرامي وتبيان ما إذا كان الحزام الذي يرتديه حقيقي أم مزيف.